خلاص ما علينا، انا بعمل ريكورد من عندي، بس كنت عايزاه يبقى من عندكم لان مساحته بتكون كبيرة قوي. طيب انا هعمل ريكوردينج علشان امام مش حاضره، فهعمل ريكوردينج علشان كمان يبقى معاكم. طيب احنا خدنا المره اللي فاتت حاجات على البروسيسنج بتاعه الصور، يعني خدنا حاجه اللي هو الكلاسيفيكيشن اللي هو ازاي ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للصوره، واخدنا الفلترنج واخدنا الحاجات دي. قبل المفروض ان اعمل كلاسيفيكيشن واعمل الحاجات دي، بنظم الصوره بتاعتي زي ما احنا قلنا قبل كده ان الصوره بتاعتنا مثلا بيبقى الاتموسفير بيأثر فيها لانها بتمر في طبقات الجو العليا، وبالتالي بيتأثر بالاتموسفير، سواء حصل ليها عمليه مثلا سكاترينج، سواء حصل عمليه انا باخد الريفلكشن بس لكن ما باخدش الاجزاء التانيه، ما باخدش السكاترينج وما باخدش الحاجات التانيه اللي ممكن الاتموسفير يؤثر عندي في الصوره. فعلشان اشيل كل التاثيرات بتاعه الكلاودز وبتاعه الاتموسفير من الصوره، بعمل حاجه اسمها بري بروسيسنج للصوره. البري بروسيسنج ده حاجتين، حاجه اسمها راديومتريك كوركشن وحاجه اسمها جيومتريك كوركشن. اول حاجه اللي هي راديومتريك كوركشن، الراديومتريك كوركشن دي ان انا بشيل اي حاجه للاتموسفير اثر فيها بالصوره، بسميها الاتموسفيريك نويز، اللي هو اي حاجه حصل فيها الكلاودز اللي ظهرت في الصوره مثلا وانا مش عايزاها، اي تاثيرات للسكاترينج اللي حصل، يعني يمكن بنان وياسمين ومن اخدوا معايا قبل كده انواع السكاترينج اللي بتحصل بسبب الاتموسفير، بشيلها بحاجه اسمها راديومتريك كوركشن. طيب ده ليه بقى؟ اول حاجه كوركت داتا لوز، احنا قلنا المره اللي فاتت ان ساعات في خطوط بتظهر في الصوره ان القمر بيبقى فيه مشكله ان هو يصور الخطوط دي، فعلشان ان انا اقلل ان الداتا تتفقد في الخطوط دي بعمل اللي هو راديومتريك كوركشن. تاني حاجه ريموف هاز اللي هو اي حاجه للاتموسفير موجوده، الضباب اي حاجه بشيلها بواسطه برضه الراديومتريك كوركشن ده. تالت حاجه نابل موزايكنج، الموزايكنج ده ان انا اجمع صورتين مع بعض، يعني مثلا انا عندي المنطقه بتاعتي متقسمه على صورتين من صوره واحده بس، وانا عايزه اجمع الصورتين مع بعض، والصوره دي متصوره مثلا في ظروف هوائيه معينه وفي وقت معين، والصوره التانيه برضو متصوره في وقت معين، فانا عايزه اجمع الصورتين مع بعض بسميها عمليه الموزايك. مش هقدر اجمع الصورتين مع بعض الا ما يكون الصورتين لهم نفس التفاصيل، فبعمل راديومتريك كوركشن عشان لو الاتموسفير في اي صوره مختلف عن الصوره التانيه اقدر اجمع الصورتين مع بعض. رابع حاجه اللي هو النابل كومبارزون، ان انا لو عايزه اقارن صورتين بقى مع بعض، يعني صوره عندي سنه 1990 مثلا وصوره 2020 وعايزه اقارن الصورتين مع بعض، ما ينفعش اجيب صوره مثلا فيها كلاودز وفيها سكاترينج وفيها كل الحاجات دي وصوره تانية نظيفه واقارن الصورتين مع بعض، لازم الصورتين يبقوا شبه بعض عشان اقارنهم، فبعمل حاجه اسمها راديومتريك كوركشن. يبقى راديومتريك كوركشن ده ان انا بصحح الصوره بحيث لو الصوره فيها اي مشكله في الاتموسفير او صار فيها كلاودز او ظهر فيها سكاترينج او حصل اي حاجه، ان انا بصححها بحاجه اسمها راديومتريك كوركشن. او ده برضو بيقول طبعا ان انا عشان اصححها بعمل عمليه موديفيكيشن للديجيتال نمبرز، يعني الارقام اللي بتكون في الصوره دي عندي بتتغير علشان ان انا بصححها، فالارقام اللي عندي بتتغير. طبعا الارقام بتتغير عشان اصحح زي ما انا قلت الاتموسفير بتاعي لو في اي مشكله، لو في عندي مشكله في السان سنسور جيومتري، يعني دوران الشمس حوالين السنسور حوالين الشمس او كده حصل فيه اي مشكله برضو بيصححها عندي، او يكون مثلا مشكله من السنسور ذات نفسه، يعني السنسور ذات نفسه فيه مشكله، يبقى الراديومتريك كوركشن بيحصل بسبب 3 حاجات، لا مشكله بسبب الاتموسفير، لا اما يكون فيه مشكله عندي نتيجه وجود الشمس ودوران اللي هو السنسور حوالين الشمس بيكون فيه خطأ، او تالت حاجه مشكله في السنسور ذات نفسه سببت عندي اي راديومتريك ايرورز، فبعمل راديومتريك كوركشن علشان اصححها.
زي ما انا قلت ليه بعمل كرادياميتريك كوريكشن. اول حاجه عشان لو عندي اي مشاكل في الصوره، زي ما احنا اخذنا المره اللي فاتت حاجه اسمها لاين ستريبنج، خطوط كده بتظهر في الصوره، والمفروض ان انا امسح الخطوط، اصحح الخطوط دي لان فيها فقد للتاتا اللي موجوده عندي. تاني حاجه لو بعمل عمليه موزايك، لو بجمع صورتين مع بعض ما ينفعش اجمعهم الا لو عملت عمليه راديومتريك كوريكشن عشان يكونوا الصورتين في نفس الظروف. لو عندي بندات، لو عندي اللي هو البندات عندي بتكون برضو مختلفة وعايزة أعمل كومبارزون بين بند وبند، برضو لازم أعمل راديومتريك كوركشن. وقلت لو عندي صورتين في وقت مختلف وعايزة أقارن بين الصورتين دول، لازم برضو أعمل عملية راديومتريك كوركشن. في حد عنده مشكلة في الراديومتريك كوركشن ولا ندخل على حاجة تانية؟ لا تمام. زي ما هو بيقول هنا، هو اعطيكم اكزامبل اهو، ان ده عندي مشكله في الصوره اللي هي الخطوط اللي كنا بناخدها، كنا اخدناها في اللاند سات. قلنا اللاند سات بيحصل، كان حصل فيه ايرور في الحاجه اللي هي اسمها سكان لاين كوريكتور اللي بتجمع كل الخطوط مع بعض. اما حصل الايرور ده عشان اصحح الصوره دي لازم بعمل حاجه اللي هي اسمها ريجيومتريك كوريكشن. وقلنا الخطوط اللي بتكون مفقوده في الصوره الاولانيه دي بسميها لاين ميسنج او ستريبنج. ده أخدناه في سنة رابعة، إن حصل بدل ما لاند سات المفروض فيه أداة اسمها سكان لاين كوريكتور بتجمع كل الخطوط دي مع بعض، لأنه بيمشي شتات، بيمشي لاين وبعدين بيمشي اللاين التاني وبعدين بيمشي اللاين التالت وهكذا. حصل مشكلة فيه، حصل فيلر في الجهاز ده فما جمعش الخطوط مع بعضها، فظهرت الصورة مخططة. بدل ما تظهر صورة على بعضها ظهرت الصورة مخططة، فلازم أعمل radiometric correction في الصورة دي علشان أخليها صورة متجمعة مع بعض. ده طبعا بيقول برضو في صور بيكون فيها بسبب الأتموسفير بيكون فيها هاز، بيكون فيها ضباب. طيب علشان إن أنا أصحح الضباب اللي موجود في الصورة دي، بجيب مثلا منطقة أنا عارفة إن الديجيتال نمبرز فيها صفر، بجيب مثلا بيكسل عارفه ان البكسل دي الرقم المفروض اللي يكون فيها كميه امتصاص الاشعه صفر، وبشوف الرقم اللي فيها. الرقم اللي فيها ده بيبقى بالنسبه لي ايرور، لان هي المفروض اساسا تظهر صفر، فما دام ظهرت مثلا 20 او 30 او اي رقم يبقى الرقم ده الايرور، فبطرحه من كل البكسلز اللي موجوده عندي في الصوره عشان اصحح الاتموسفير بتاعي. واضحه؟ الكلاودز برضه نفس الحكايه، بعمل لها راديومتريك كوركشن، بس بيقولوا انه صعب قوي ان انا اتحكم في الكلاودز اللي موجوده في الصوره. سيبكم من ده. تاني حاجه اللي هي جيومتريك كوركشن. جيومتريك كوركشن من الاسم بتاعها كده، جيومتري يعني بالنسبه للارض، بالنسبه لدوران الارض وكده. زي ما احنا برضو كنا اخدنا اللي هو اليو تي ام اللي هو Universal Traverse Mercator اللي احنا خدناه في الترم الاولاني، ان انا دوت اللي هو الاحداث العالمي اللي بحطه في الصوره. فبيقول الاحداث ده ممكن ما يكونش مظبوط، فعشان ان انا اصحح الاحداثيات اللي موجوده في الصوره بعمل حاجات اسمها Geometric Correction. برضه Geometric Correction بيتعمل عشان لو جمعت صورتين مع بعض بعمليه الموزايك او عملت عمليه كومبارزون ان الصور بتاعتي تكون صحيحه. يعني يا دكتور معلش، هو ايه الفرق كده بين الراديو والجيو ده؟ انه ده مثلا حالة ان ما يكون في صورتين وعاوزة اجمعهم. لا هو الهدف الاثنين يا ياسمين ان هو ان انا اجمع الصور مع بعض، ان الصور تكون مثلا لو جمعت صورتين الصورتين يكونوا مظبوطين. اوكي، ده اقارن صوره بصوره تانية برضو الصورتين يكونوا مظبوطين ماشي، ويكونوا لهم نفس الخصائص والكاركترستكس بتاعت بعض، بس كل منهم واحد بيعالج عيب معين. يعني راديومتريك كوركشن بيعالج كل الحاجات بتاعت الاتموسفير، سواء كان فيها كلاودز، كان فيها ضباب، كان فيها أي حاجة. لكن الجيومتريك بيعالج الإحداثيات بتاعة الصورة. الصورة الإحداثيات بتاعتها ما بتكونش مظبوطة بسبب ما، فهو بيعالج عندي الإحداثيات بتاعة الصورة، بيظبط الإحداثيات بتاعة الصورة. لكن الاتنين هدفهم إن أنا لو جمعت صورة مع بعض أو كده الصورة تكون مظبوطة من الناحيتين، سواء كانت من ناحية الأتموسفير أو من ناحية الإحداثيات. تمام؟
طيب في تعريف هنا اسمه ريكتيفيكيشن. ريكتيفيكيشن ده ان انا بجيب مثلا صورة عندي، الصورة بتاعت الاحداثيات مش مظبوطة، وبجيب عندي خريطة الاحداثيات بتاعتها مظبوطة وبصحح دي بناء عندي. يبقى عندي صورة مش مظبوطة، صورة ريموت سينسينج مش مظبوطة، وعندي ماب بتكون عندي الاحداثيات بتاعتها مظبوطة، بيصححوا الاحداثيات بتاعت الصورة بناء على الماب، فبسميها عملية اسمها عملية الريكتيفيكيشن. بس هناخد من الجزء ده حاجة ما عندناش هنكمل فيه. أكيد بتسمعوا من الرادار صح؟ يا دكتور حد بيتكلم، يعني بنام صوتك واطي قوي، علي الصوت عندك أو علي صوتك. طيب ألو بنام سامعاك بس صوتك واطي، مش واصل لي. لحضرتك يعني معانا في المحاضرة اللي فاتت دي بس حد التعريف بتاع الريكتيفيكيشن بس. لحد التعريف تمام الريكتيفيكيشن بس. طيب بعد كده الريدور بقى. ايه هو الريدور؟ الريدور دوت هو اختصار لحاجة اسمها راديو ديتكشن اند رينجينج. راديو ديتكشن اند رينجينج، طيب يبقى هو عبارة عن رصد موجات الايه، الراديو، عبارة عن الكترونيك سيستم بيعمل على بعث الالكترومغناطيك سيجنالز اللي هي بيبعث موجات الراديو، وبيستقبل حاجه اسمها الايكو من الاوبجكت اللي انا برصده. يعني انا عندي حاجه برصدها مثلا طياره، فالمفروض ان الرادار ده بيبعت عندي الكترومغناطيك راديشن اللي هي الراديو، موجات الراديو بيبعتها وبتخبط في الحاجه دي وبتسجل وبتعمل ريكوردينج لحاجات، وبعدين بيبعت عندي سيجنال برضو مره تانية اسمها الايكو. يبقى انا الحاجه اللي بستقبلها دي اسمها الايجو، والحاجه اللي بعمل لها ترانزميشن او ببعتها اسمها راديو ويفز اللي هي موجات الراديو. طيب طبعا الحاجات دي كلها زي الريموت سينسنج كله السرعه بتاعتها سرعه الضوء اللي هو 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. طيب انا المفروض عندي ببعت موجات وبعدين بتخبط في الحاجه اللي انا عايزه اسجلها، وبعدين بتنعكس الموجات وبستقبلها، بيستقبلها الراديو تاني. طيب الرادار تاني، الرادار دوت ما هيستقبلها المفروض ان هي راحت في وقت ورجعت في وقت تاني، تمام؟ وانا عندي السرعة بتاعتي يبقى ممكن احسب ايه، عندي سرعة عندي وقت، المسافة مسافة هحسب المسافة. يبقى هو ممكن ان انا استخدمه في حساب الايه، الديستانس بتاعتي اللي هو عبارة عن السبيد في التايم، السرعة في الوقت. ونخلي بالنا ان الوقت ده هيكون دبل لان الموجات راحت مره ورجعت مره ايه تانية. الرادار ده ما بيعتمدش على الشمس، يعني هو فيه كل حاجه موجوده فيه، هو اللي بيبعت الموجات وهو اللي بيستقبل الموجات مره تانية. يبقى يكون اكتف ولا باسيف؟ أكتيف. اكتف، لان هو زي ما احنا اخذنا برضه في ريموت سينسنج في حاجه اسمها الاكتف والباسيف. الاكتف دوت اللي هو ما بيحتاجش اي حاجه من الشمس وبيبقى فيه هو اللي بيبعت الموجات وهو بيستقبلها، لكن الباسيف هو اللي الشمس بتبعت له الموجات وهو اللي بيستقبل بس. طيب بيقول ان الموجات اللي بتتبعت للرادار دي بتكون او اللي بيستقبلها بتكون صغيره قوي، فبيعملها عمليه امبليفيكيشن. يعني ايه؟ بيكبر الموجات اللي هو بيستقبلها دي عشان ان هو يقدر ان هو يعمل لها ريكوردينج، ان هو يسجلها. طيب ده السكتش، وطبعا السكتش عليكم. السكتش ده عبارة عن ايه؟ ده اول حاجة عندي اسمها الانتنا. الانتنا دي عبارة عن زي اكنها كده زي شبه اللي هو الطبق اللي هو الدش اللي هو زي بتاع التليفون كده. دي عبارة عن محطات بتعمل ايه؟ بتتصل بحاجتين، بتتصل بحاجة اسمها ترانزميتر وحاجة اسمها ريسيفر. ترانزميتر ده اللي هو بيبعت الموجات
ليه ايه الحاجة؟ الأنتنة دي بتاخد منه الموجات وبتطلقها في الجو، تمام؟ طيب بعد ما بتطلقها في الجو بتمشي لحد مثلا ما بترصد أي حاجة أنا عايزة أبسطها زي مثلا طيارة، وبتخبط فيها وبعدين بتنعكس الموجات مرة تانية. بستقبل الموجات عن طريق ايه؟ الأنتنة بتاخد عندي الموجات المنبعثة دي وبتبعتها لحاجة اسمها ريسيفر، اللي هو الحاجة دي اللي بتستقبل عندي الايه؟ الموجات، خلاص؟ طيب عندي في النص كده حاجة اسمها سويتش. السويتش ده بيعمل ايه؟ ساعة ما الترانزميتر يشتغل بيقفل عند الريسيفر عشان ما يتأثرش الريسيفر عندي بالموجات اللي هي ايه؟ منبعثة، وساعة ما الريسيفر يشتغل يقفل عند الترانزميتر عشان ما يتأثرش بقوة الموجات المنبعثة، تمام؟ بعد ما بتوصل للريسيفر بيحصل الداتا ريكوردينج، خلاص بيرصد الداتا بتاعتي وبعد كده بيعمل لها عملية بروسيسنج وبعد كده بيظهرها على الشاشة. في أي مشكلة في الرسمة؟ تمام. طيب ده بقى التعريف. الترانسميتر جنريت راديو ويفز، بيبعت عندي الراديو ويفز بتاعتي وبيكبر عندي الراديو ويفز دي علشان ان هي تكون الباور بتاعتها تكون عالية قوي. بعد كده الريسيفر المستقبل هاي سنسيتيفيتي، بتكون الحساسيه بتاعته عاليه قوي عشان يقدر يستقبل الموجات. فيري لو نويز، ما بيكونش ما بيستقبل بيستقبل الحاجه اللي انا برصدها بس، لان طبيعي ان في حاجات تانية ممكن تعمل عندي نويز. يعني مثلا انا برصد طياره، في حاجات كتير حوالين الطياره، في اتموسفيريك كونديشنز ممكن تاثر عندي في الموجات المنبعثه عندي. لا، هو بيكون مركز بس على الحاجه اللي انا برصدها. أو ability to scrying and save the signal from background إيه؟ noise. بيقدر يميز عندي السيجنال اللي أنا عايزة أرصدها من الحاجات الكتير اللي ممكن تكون حوالين الحاجة اللي أنا مش عايزة أرصدها دي. بعد كده processing and control. ده بقى عملية البروسيسنج دي بتعمل عندي بتظبط عندي الموجات اللي ببعتها، وبتظبط عند العمليه بين الترانسميتر والريسيفر والديسبلاي. يعني بتظبط الحاجات بين الحاجات اللي موجوده عندي، بين الترانسميتر اللي بيبعت الموجات وبين الريسيفر اللي بيستقبل الموجات وبين الديسبلاي اللي هي الشاشه اللي بيتعرض عليها. وزي ما احنا قلنا الديبلوكسر ده اللي هو عند السويتش اللي انا قلت عليه في الاول، ده اللي هو بيفصل عندي الريسيفر ساعه ما الترانسميتر يشتغل عشان ما ياثرش الموجات على الريسيفر، وبيفصل عند الترانسميتر ساعة ما الريسيفر يشتغل عشان ما يتأثرش بقوة الموجات المنبعثة عندي، عشان ما تأثرش على الأجهزة اللي موجودة. ده بسميه دوبلكسر. الأنتنا زي ما احنا قلنا، الأنتنا دي هي اللي بتاخد عند الموجات من الترانسميتر وبتبعتها في الجو. في عندي نوعين، نوع اسمه physical moving وفي عندي electronic stored. النوع الاولاني الفيزيكال موفينج بيتحرك، النوع التاني ثابت. الالكترونيك الستورد ده نوع ثابت ما بيتحركش، يبقى الاول النوع الانتنه الاول دوت بتتحرك والنوع التاني ده ما بيتحركش. اهي دي الانتنه اللي موجوده عندي في الرادار اللي بتبعت عندي الموجات اهي، وما بتبعت عندي الموجات ده عند التارجت مثلا طياره، من عندي الموجات بتاعتي وبعد كده الموجات دي بتنعكس تاني بواسطه اللي هو بتنعكس من التارجت وبيبقى اسمها ايكو، وبترجع تاني الانتنه وبعد كده بتبعتها للريسيفر اللي هو بيستقبل عند الموجات. واضح لحد كده ولا اقف وتسالوا في اللي انتوا عايزينه؟ لا تمام. هو بس الفكرة انه يعني مش عارف، انا مش فاهمة انه يعني ماشي، هو بيستقبل المعلومات وبعدين يعني هيعمل بيها ايه؟ هيعمل بيها ايه يا ياسمين؟ ممكن يقيس بيها الديستانس. يعني انا مثلا عايزه ان انا اشوف المسافه اللي موجوده عندها الهدف بتاعي ده مثلا عندي طياره، عايزه اشوف الطياره دي مثلا في الحروب على بعد قد ايه عشان اضربها، تمام؟ فانا الوقت ممكن احسب الديستانس. في نوع من انواع الريدور، هنشوف الوقت، هنشوف الوقت الابلكيشنز بتاعته بيستخدم في ايه. طيب ده برضو نوع من انواع الانتنا زي ما انتم شايفين اهو، نوع ثابت. احنا قلنا في نوع منها ثابت ونوع منها بيكون متحرك، ده النوع الثابت منها. طيب نجاوب على سؤال ياسمين اول، نروح اهو. بيستخدم الرادار في ايه؟
أول حاجة بيستخدم في الصواريخ. أنا لو عندي صاروخ مثلا وعايزة أوجهه، الصاروخ دوت عايزة مثلا أبعته على مسافة معينة، بحسب المسافة دي عن طريق الرادار. تاني حاجة بيستخدم برضو في الحروب، زي ما أنا قلت إن لو عندي طيارة مثلا أنا على مسافة معينة وعايزة أضربها، لازم أعرف الديستانس اللي موجودة عليها الطيارة دي، علشان برضو إن أنا مثلا بيضربوها في الحروب وكده. بيستخدم في عالم الملاحة، ممكن يستخدموا الرادار ده في عالم الملاحة. بيستخدموه برضو في الويذر، في معرفة الطقس وكده. وبيستخدموه برضو في البيولوجيكال ريسيرش، بيستخدموه في الأبحاث البيولوجية. طيب بعد كده المعلومات اللي عندي دي لازم تظهر على حاجة بسميها الديسبلاي. في عندي نوعين من أنواع الديسبلاي اللي بتظهر عندي المعلومات. أول حاجة عندي حاجة اسمها البلين بوزيشن انديكيتور، وفي حاجة عندي اسمها سكوب أور سكان. ده النوع اللي اسمه بلين بوزيشن انديكيتور، نوع من أنواع اللي بيظهر المعلومات اللي ظاهرة عندي في الرادار. ده عبارة عن شاشة بتظهر عند أي حاجة يسجلها الرادار بتاعي. الشاشة دي بيظهر إيه؟ الدايرة اللي في الآخر دي عبارة عن الأنتنة، دي عبارة عن الأنتنة بتظهر على هيئة دايرة، وبتظهر عندي الموجات بتاعة الرادار على شكل سيركلز، على شكل حلقات زي ما انتم شايفينها كده. ده نوع من أنواع الديسبليمنت بتاع الديتا بتاعة الرادار بعد ما بيرصدها. ده نوع من أنواعه اللي هو اسمه البلان بوزيشن انديكيتور، بيظهر عند الأنتنة على شكل دايرة، يبقى دي هي الأنتنة بتاعتي، ودي عندي السيركلز دي بتعبر عن الموجات بتاعة الراديو اللي الرادار بيبعثها وبيستقبلها. طيب النوع الثاني عندي اسمه سكوب او سكان، اللي هو الديسبلاي. ده نوع تاني من انواع الديسبلايمنت بتاعة الرادار، اللي النتائج بتاعة الرادار بتظهر لا اما بالطريقة الاولانية لا اما بالطريقة التانية دي. طب في الطريقة التانية دي عبارة عن ايه؟ عن تشارت اكنه سكان، وده التارجت بتاعي، ده اللي هو الحاجة اللي انا برصدها، اللي هي عاملة دي اللي هي عالية شوية، دي التارجت بتاعي. اي حاجة من حواليها دي النويز، الحاجة اللي أنا مش إيه مش عايزة أرصدها أو مش مهمة بالنسبة لي. يعني ده بيقول إن هي عبارة عن أوبجيكتس كانت قريبة أوي من التارجت بتاعي، وده عندي برضو حاجات، ده تارجت تاني. يعني هو مثلا لو بيرصد طيارة، دي الطيارة الأولانية ودي الطيارة التانية اللي ظهرت. الحاجات اللي في النص دي حاجات على سطح الأرض بس أنا مش عايزة أرصدها. يبقى في نوعين من أنواع الديسبليمنت، لما الطريقة الأولانية اللي أنتوا شايفيها دي على الشاشة، اللي هي بتظهر الأنتنة على شكل دايرة وبتظهر الموجات على شكل سيركلز، لأما الطريقة التانية اللي هي بتظهر على شكل سكان كده، بتبين عندي التارجت بتاعي اللي موجود، وبتبين عندي اللي هي الحاجات الصغيرة دي اللي هي تحت دي عبارة عن نويز، حاجات أنا مش عايزة أرصدها على سطح الأرض. طيب أنواع الرادار، عندنا نوعين من أنواع الرادار، حاجة اسمها برايمري رادار، وفي حاجة عندي اسمها سكندري رادار. النوع الاولاني اللي هو البرايمري رادار عندي منه نوعين، كونتينيوس ويف رادار او بولس رادار، والنوع الثاني اللي هو السكندري مش هنتطرق له يعني. طيب النوع الاولاني اللي هو الكونتينيوس ده بيعمل ايه؟ بيبعت عندي موجات مستمره ليها نفس الفريكوانسي، ليها نفس التردد، بيبعت عندي موجات مستمره بتخبط عندي في التارجت وبترجع تاني، وبترجع عندي في نفس الوقت. يبقى هو عباره عن رادار بيبعت عندي continuous waves زي ما هو كاتب عندكم كده، رادار system where a non-stable frequency continuous waves the energy is transmitted and then received from any reflecting objectives. طيب النوع دوت مميزاته ايه؟ ان هو سهل ان هم يصنعوه، النوع ده سهل ان هم يصنعوه. طيب ممكن احسب من النوع دوت ايه distance؟ انا عندي الموجات دي اتخبطت وبعدين رجعت تاني، فممكن احسب الديستانس، المسافه بين اللي هو الريسيفر وبين الايه وبين التارجت. طيب ده النوع اللي هو الكونتينيوس اللي هو الاولاني ده، شايفينه الموجات بنفس الايه الشكل بالظبط، ما تغيرش الفريكوانسي بتاعها، الطول الموجي بين القمتين المتتاليين او القاعين المتتاليين زي بعض بالظبط، وفي نفس الوقت الموجات المستقبله نفس الشكل بالظبط، ما حصلش فيها اي تغير خالص. دي بسميها اللي هي continuous radar. طيب تاني حاجة اللي هو النوع التاني اسمه pulse radar. pulse ده بيبعت عندي نبضات،
شايفين بيبعت النبضة الأولانية دي، وبعدين بيقف شوية، وبعدين بيبعت النبضة التانية، وبعدين بيقف شوية وبيبعت النبضة التالتة، وهكذا بيبعت عندي نبضات، نبضة وبعدين النبضة التانية وبعدين النبضة التالتة وهكذا. اه ده النوع اللي هو الكونفنشن، هو النوع اللي هو التقليدي، بيبعت عندي موجات برضو نبضات وبعدين بيستقبل ايه عندي. بس دوت بقى النوع الاولاني يدوبك هو بيبعت عندي مثلا الموجات وبيستقبل الموجات، مفيش وقت يعني، هو يدوبك بيبعتها تخبط في التارجت ويستقبلها بسرعة. لكن النوع دوت بيبعت عندي النبضة وبعدين يستنى وقت عما ان هو ايه يستقبل عندي النبضة اللي بيرسلها، اللي هو التارجت اللي انا برصده، يعني بيتأخر عن النوع الاولاني. النوع الاولاني بيروح ويرجع على طول، لكن ده بيكون فيه وقت عما بيروح عند التارجت وبعدين بيخبط فيه وبيرصده وبعدين بيرجع مرة ثانية. طيب في عندي حبة ديفينيشن في النوع ده، حاجة اسمها البالاس ديوريشن، البالاس ريبيتيشن تايم، بالاس ريبيتيشن فريكوانسي، والليسننج تايم. أول حاجة عندي اللي هو البالاس ديوريشن، the time of radar set is to transmit radio frequency energy، الوقت اللي بياخده الرادار علشان يبعت عندي الموجات بتاعة الراديو ده بسميه pulse duration، الوقت اللي بياخده الرادار عشان يبدأ يبعت الموجات ده بيكون عندي بالmillions of second أو بالmicro second. طيب pulse repetition time ده الوقت اللي بياخده الرادار علشان يكمل one transmission cycle، عشان يبعت ايه يكمل سايكل ايه سايكل كاملة. يعني ايه سايكل كاملة؟ يعني هنا مثلا هو بعت النبضة الأولانية وبعدين استنى وقت وبعدين بعت النبضة الثانية، الوقت الفرق بين الوقت اللي بعت فيه النبضة الأولانية والوقت اللي بعت فيه النبضة الثانية بسميه بالاس ريبيتيشن تايم. تمام، يبقى هو الفرق بين الوقت اللي بعت فيه أول واحدة والوقت اللي فات بعت فيه تاني واحدة. يعني دي مثلا لو كانت مثلا 2 و10 ودي 2.5 هيبقى 2.5 ناقص 2.10. تمام، ده بسميه pulse repetition time، قد ايه يعني الوقت اللي بيكرر فيه ان هو يبعت النبضات. بعد كده عندي pulse repetition frequency، زي ما احنا عارفين الفريكوانسي، الفريكوانسي ايه؟ هو عدد النبضات اللي بتمر عندي بخط معين في الثانية الواحدة. يبقى عدد النبضات اللي بتمر عندي خلال وقت خلال ثانية واحدة، بعد عدد النبضات اللي في الثانية الواحدة، دي بسميها اللي هو repetition frequency. طيب ال listening time بيقول part of reset time that the radar can receive and process the echo of radar return، الوقت اللي بيحتاجه الرادار عشان يستقبل عندي الموجات بتاعت الايكو ويعمل لها عملية processing، ده برضه بالمايكرو سكند. طيب في عندي تعريف تاني اسمه Synthetic Aperture Radar، Synthetic Aperture Radar اللي هو ال SER. ال SER ده نوع من أنواع الرادار، بس بيعتمد إن الرادار ده بيكون مثبت في طيارة زي ريموت سينسينج كده، إن الرادار ده بيكون مثبتينه في طيارة أو مثبتينه في قمر صناعي أو مثبتينه في حاجة زي اللي انتوا شايفين الطيارة دي، متثبت جواها الرادار، فيها الأنتنة وفيها كل حاجة خالص، وبيمر عندي بتمر عندي الخط بتاعها أكنه بيمسح سطح الأرض، اللي هو زي اسمه فلايت باث، اللي هو أكنه مش على سطح الأرض كده وعامل له عملية مسح، ده بسميه الـ SER. أهو بيعمل لي 2 dimensional image أو 3 dimensional، اللي هو الصور اللي بتبقى عندي X أو Y و Z، بيعملها زي اللاندسكيب مثلا، عايز أصور مثلا سطح الأرض كله بستخدم الـ SER image ديت علشان تصور لي سطح الأرض وتديني صور بالهاي ريزوليوشن بتاعها. زي ما احنا قلنا الصور دي ممكن تكون airborne أو spaceborne، ممكن تكون مثبتة في طيارة أو ممكن تكون مثبتة في قمر صناعي، بستخدم الباص اللي هو استخدمه ده عشان إن هو يصور عند سطح الأرض ويعطيني صور الريزوليوشن بتاعها عالي قوي، اللي اسمها صور الـ SER image، ممكن أبقى أوريكم الصور دي حتى. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها دوبلر افكت، في ميزة من مميزات الرادار وابليكيشن برضو بيستخدم، وده برضو إجابة على السؤال اللي ياسمين قالته، إن هو يحدد عندي سرعة الحاجات اللي ماشية. يعني مثلا زي مثلا ما هو في العربيات، إن مثلا عندنا
علشان يعرفوا ان العربية دي ماشية بسرعة قوي ولا ماشية بسرعة قليلة، بيحطوا عندي جهاز رادار. فازاي بقى؟ اي يعني مثلا هو ده الجهاز مثلا بتاع الرادار، وعاطي عندي موجات، الموجات بتاعتها بتكون لو فريكوانسي ولو ويف لينث، اللي هو الفريكوانسي بتاعها بيكون منخفض والويف ايه والويف لينث. طيب اما مشت كده مثلا دي عربية اهي، اما جت عند العربية دي وعملت صوت عالي قوي او الحركة بتاعتها عالية قوي، الفريكوانسي بتاعي زاد، فبيعرفوا من الفريكوانسي او التردد زاد بسبب حركة العربية دي ان العربية دي بتتحرك بسرعة قد ايه، هل بسرعة عالية قوي ولا سرعة منخفضة ولا سرعة كده. كل طبعا ما اقرب من العربية دي الفريكوانسي بتاعها هيزيد، والموجات هي بتقرب من بعضها والويف لينث هيقل، ماشي. لكن كل ما اكون بعيدة عن المكان بتاع اللي هو الصوت ده، هيكون عندي الويف لينث كبير والفريكوانسي عندي قليل. واضحة؟ تمام. تمام، والله شكله مش تمام خالص. طب حد عايز يسأل في حاجة في الرادار ده؟ ياسمين سمية بنان، انتوا نمتوا؟ نعم حضرتك. أكيد الموضوع صعب؟ هو كلام نظري. لا ما هو كلام نظري بس فيه يعني فهم. يعني ماشي، يعني شوفوه كده وانا برضو معاكم، يعني شوفوا الحاجات دي. ممكن اوريكم صور الرادار دلوقتي بس مش عارفة هتفتح. شايفين كده البرنامج معايا؟ دي صور الـ CAR اللي هو بيصورها من الطيارة أو بيصورها من أي حاجة في الجو يعني. شايفين الصورة؟ شايفين التفاصيل اللي فيها؟ دي دمياط، دي قصدي بتاع دي بورسعيد، ده جزء من بحيرة المنزلة أهو، دي كل البيوت. ممكن يعمل ديتكشن لأي بيت من البيوت أهو، البيوت واضحة جدا. دي المية موجودة أهي، خلاص دي مينا بورسعيد. شايفين حتى الخضرة أو أي حاجة موجودة واضحة في الصور دي أوي، لأن الريزوليوشن بتاعها أوي، بيستخدموها في أبليكيشن كتير جدا. دي اللي هي المناطق اللي فيها سبخات اللي هتلاقوها لونها أبيض، دي هتلاقوا فيها ملح. شايفين الخضرة؟ يعني دي ممكن اكيد دي حدائق. فالرادار رادار جديد قوي وليه ابلكيشن كتيره جدا. دي الاراضي الزراعيه اهي اللي لونها اخضر، ودي حاجات في النص ماشي اراضي زراعيه، اي حاجه لونها اخضر دي ارض زراعيه. فهو مبين التفاصيل قوي، فبيستخدموا الاس اي ار ايمج دي في ان التفاصيل تكون واضحه جدا في الرادار. وفي حاجات زي ما احنا قلنا بيحسبوا منه السرعة، سرعة الحاجات اللي ماشية على سطح الأرض، بيحسبوا منه الديستانس، المسافة بين حاجة وحاجة تانية ماشية على سطح الأرض برضه بيحسبوها عن طريق الرادار، وبيستخدموه في أبليكيشن كتير جدا. طيب شوفوا اللي معاكم ده
وانا برضو معاكم لو مش فاهمين اي حاجة او كده ابعتولي. ماشي يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ربنا يكرمك. باي باي يا دكتور.